معانا الناقد الكبير الأستاذ طارق الشناوي في ضيافة من مصر. أهلا بحضرتك أستاذ طارق. أهلا أهلا ريهام، أهلا، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب. أستاذ طارق، أنا هبدأ معاك بالاختيار، ويمكن المساحة الأكبر للاختيار، لأنه يعني بناء على أنه الاختيار 2 اللي بيقدم زي ما قلت ملحمة وطنية، هو أيضا فنيا قدم وجوه كثيرة على كافة الأصعدة. عايزة أخد يعني قراءة طارق الشناوي للزاوية الفنية في الاختيار، اختيار 2. هو الاختيار، احنا اخترنا الاختيار. الاختيار يعني ايه؟ يعني العنوان نفسه انك انت تملك حرية تقول انا عايز، او مصر يجب. فمصر دايما بعمقها بتاريخها باصالتها مش ممكن يأتي اي فريق يحاول ان هو يغير طبيعة هذا الشعب او يرتدي هذا الشعب زي غير زيه، او تبقى روح غير روحه. وعشان كده اخترنا التحرر من قيد الاخوان اللي كان عايز يعني يعيد مصر قرون للوراء. الاختيار انا ما بعتبروش مسلسل داخل سياق المسلسلات اللي بنشوفها، لا، انا لان هو تجاوز ده لسبب، برغم انه العناصر الفنيه جيده جدا، سواء على مستوى الكتابه، على مستوى الهاني سرحان، اخراج بيتر ميمي، عدد كبير من الممثلين سواء كانوا نجوم زي كريم عبد العزيز او وجوه جديدة، الحقيقة أجادوا بكل قوة وبكل إحساس. ولكن المسلسل نفسه، لأن إحنا جزء منه، يعني الأحداث اللي أنت بتشوفها أنت في عينك وفي وجدانك وفي عقلك وفي قلبك، فما تقدرش نحطه وإحنا بنكملها وبنعيدها. ولما نتفرج على مثلا مشاهد فيها اغتيال لجنودنا وضباطنا البواسل، بنبكي في البيوت جميعا، يعني مش اسر الشهداء فقط. صح. وكان دايما الوجع والالم واحد اللي بيتقال قبل عرض المسلسل. برافو عليك، الالم لينا كلنا، لانه اذا لم يكن ده ابنك او اخوك او ابوك بشكل يعني بشكل واقعي، فانت حاسه كده، حاسه ان ابنك او ابوك او اخوك. وبالتالي ما اقدرش انا احط مسلسل عمل كل هذه الابعاد ووصل بكل هذا العمق في تسابق، لكن أقول إن الاختيار في مساحة بعيدة عن التنافس، ويظل له كل الحق في التنافس على العناصر الفنية، ليس كمسلسل ولكن كعناصر إبداعية. في أدوار في الاختيار يعني فنيا بتبقى محتاجة متهيالي مجهود، لأنها بعيدة ومحتاجة دراسة، وهي أدوار الإرهابيين والمنشقين عن عملهم الوطني وعن أداء الواجب. ده برضو بتصور أنه محتاج فنان موهوب، خاصة إذا كان من الوجوه الشابة، يعني هو اشتغل قبل كده، اتقدم في أدوار كتيرة، لكن الدور ده بيبقى برضو أستاذ طارق صعب وحمل، لأنه إذا نجح جدا هو هيتكره، يعني على مستوى الشارع هيبقى بعيد عن الناس. يعني رأيك إيه؟ خلينا نقول إنه في جرأة عند الدولة إنها ناقشت هذه القضية. قضية إنه داخل جهاز سيادي وحساس زي جهاز الشرطة، صحيح، حدث فعلا اختراقات حقيقة. وشفنا البعض من اللي هم اتربوا داخل هذا الجهاز وبدأوا ينحرفوا وبدأوا يوجهوا طاقتهم لاغتيال الوطن، وانهم مقتنعين. يعني قدم الكاتب والمخرج، وده يحسب لهم، قدمهم بقناعاتهم مش كرافض لهم، لا، دخل مخهم ودخل افكارهم وقدمها للناس. وده مهم ان ترى هم ليهم وجهة نظر. صحيح هم وجهة نظر منحرفة، لكن تقديم الانحراف يجب ان يكون على هذا النحو، مش انك تقدمه وانت عمال تهاجمه، لا، قدمه بقناعاته. هو يرى انه احنا طواغيت، ويرى انه هو انه الحكم كما هو يراه يكون من خلال افكاره هو، وليس من خلال حريتنا في الاختيار. فكان الحقيقه ده جزء مهم قوي، شفناه في اكتر من شخصيه كانت خائنه رغم انها ابنه هذا الجهاز، ابنة الشرطة، لكنها خان الوطن.
فالحياة تقدم وتقدم بشكل جيد جدا، والممثلين طبعا أبدعوا، والناس يعني عندها نضج إنها تفرق بين الفنان وبين الشخصية اللي بيؤديها. يعني وإذا كرهوه أثناء العمل، لكن أكيد لما يشوفوه في الشارع هياخدوه بالحب، ولا الكورونا بتمنع دلوقتي الأحضان. احنا معانا يعني احد الممثلين اللي ابدعوا في اداء الجزئيه دي اللي حضرتك ذكرتها، وكان عنده ايضا بجانب صناع العمل نفس الجرأة في انه يخترق الشخصيه دي ويحاول يقدمها بقناعتها بعقليتها اللي طبعا تم تضليلها.